حين يهدي الصبح إشراق سنا توقفت من قبل أمام معنى الامتنان؟ إن الامتنان أكبر من مجرد كلمة تبدو طيبة. الامتنان هو الإحساس القادر على تحويل الإنسان التعس إلى آخر سعيد، وتحويل الإنسان غير المرئي إلى شخص محبوب للغاية. نستطيع أن نطلق على هذا الأمر سحر الامتنان. أظنه الوقت الأمثل للتحدث عن الامتنان، حيث يأتي دوره مباشرة بعد جزئية النعم. فماذا بعد إدراكنا للنعم في حياتنا؟ وماذا بعد ملامستنا لها وكأننا نعرفها لأول مرة؟ هل الإدراك والملامسة كافيان؟ لا، بل يجب أن يتبعهما مباشرة الشعور بالامتنان والتقدير لما أدركناه من النعم.
إن الامتنان لله، للبشر، للنعم، للإنجازات، للبيئة المحيطة، للدروس التي نتعلمها من الحياة، وللأشياء مهما صغر حجمها. الامتنان لكل هذا يمنحك بهجة من القلب ويجعل لحياتك سحرا من نوع شديد الخصوصية. إنها ثمرة الامتنان التي يكافئك بها الله وتجدها في نفسك. إنها مرحلة من السكون تغلف نفسك، ودرجة من السلام والصفاء تغمر روحك. صباح الخير، صباح الهنا والسرور والسعادة والورد والياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. النهاردة سابع يوم في التحدي، وبالنسبة للتصوير هو آخر يوم في التحدي، تصوير التحدي، ولكن بالنسبة لي هو مش آخر يوم ولا حاجة، هي بداية جميلة وبداية عادة حلوة جدا جدا كان نفسي اكتسبها من زمان وحاولت كذا مرة، بس الشيطان كان أقوى مني. المرة دي الحمد لله صمدة بقالي أسبوع، كل يوم بصحى الساعة 5 زي ما انتم شايفين، وبعد كده هستمر بإذن الله على العادة دي. هيبقى عندنا فيديوهات تانية طبعا عن أفكار تانية، ولكن بالنسبة لتحدي الاستيقاظ الساعة 5 الصبح كده خلاص ده سابع يوم وكده بقى أسبوع، وإن شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم عن تجربتي وإيه اللي ساعدني إن أنا أصحى الساعة 5 وكل ده. زي ما انتم شفتوا أنا قمت قريت صليت وقريت سورة البقرة، وكمان أنا بقرأ الأذكار كل يوم يعني وبقعد أدعي وكده. بعد ما خلصت ده كله دخلت عملت فطور، وده كان مهم جدا لأن أنا كنت جعانة قوي، وكمان قبل الفطار أكلت تمر. أنا كل يوم باكل لازم 7 تمرات الصبح قبل ما أقرأ القرآن على طول، ببقى حاطة التمر جنبي زي ما انتوا شفتوا والمصحف، باكل 7 تمرات وبعد كده بقرأ سورة البقرة، وبعد كده عملت بقى قهوة، شربت قهوة ودخلت بقى عملت فطار وكده خلاص. أنا هدخل بقى أحط مواعين في الغسالة، وبعد كده هنطلع لبس بقى عشان نجهز ونروح الشغل. خلاص كده انا خلصت المطبخ ودلوقتي هطلع لبس وبعد كده نجهز مع بعض بقى عشان نروح الشغل. مش عارفه برضو هلبس ايه كالعاده يعني، بقلب كده على طول في اللبس وبعد كده بكتشف انا عايزه البس ايه. ممكن البس البنطلون الكحلي، وممكن البس البلوزه دي والبنطلون الكحلي، والبلوزه دي عشان رقبتها واسعه بلبس عليها اكستنشن كده من فوق كحلي، اللي هو اللي بيبقى الياقه دي وكده، علشان انا ما بحبش كل شويه رقبتي تبقى تبان واعمل الطرحه،
فانا جايبه الاكستنشنز دي عشان كده. طلع بقى بندانة، كان بندانة كحلي مش نظيفة، ما غسلتش لبسي من ساعة المصيف، فهلبس دول وهجيلكم عشان نجهز. خلاص كده انا لبست، نجهز بقى علشان متأخرش على الشغل. طبعا زي ما قلت لكم النهاردة 7 يوم في التحدي، هنقل لكم كل تجربتي بالتفصيل زي ما قلت لكم، وايه الحاجات اللي ساعدتني على اني اصحى بدري. انما يعني عقبال ما اعمل لكم الفيديو ده بجد حاجة جميلة جدا جدا ان انت تكوني عندك هدف وتعمليه. الواحد بقى مبسوط جدا لما يقدر، خصوصا لو حاجة هتفرق معاكي جدا في حياتك. يعني موضوع الحفاظ على صلاة الفجر وقراءة سورة البقرة دي من الحاجات اللي انا عارفة ومتأكدة ان هي هتفرق في حياتي جدا، هي فرقة اوريدي يعني اليومين دول. وحاجة هدف يعني هدف كبير، مش حاجة بسيطة، يعني هدف كبير مش حاجة بسيطة، مش هدف وخلاص. فأنا عارفة ان هو هيفرق معايا، فكان نفسي قوي 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 ان انا التزم بالعادة دي. والموضوع طلع مش صعب، هو بس الشيطان اللي بيصعب لنا الامور دي، عشان هو عارف ان انت لو صحيتي بدري هتحافظي على صلاة الفجر، وهو مش عايز كده، فهتلاقي عقوبات كتيرة قوي في الاول. انما لو صممتي وكان عندك ارادة، انا بشوف دايما وجهة نظري في الحياة ان كل حاجة في الدنيا ارادة، مفيش حاجة اسمها مستحيل. يعني انا بعرفش حاجة اسمها مستحيل، كل حاجة ارادة. اي حد عايز يعمل اي حاجة بارادته هيعملها، بخطوات هيعملها. حط في دماغه الهدف، يحط له خطوات وخطة ويمشي عليه. لكن اي حد بيقول مستحيل اعمل كده او الموضوع ده صعب او كده، لا، ما بقتنعش بالكلام ده خالص، ما بمشيش فيه في حياتي خالص، ما بمشيش بالموضوع ده في حياتي خالص. بكون عايزة اعمل حاجة بحاول فيها مرة واتنين على فكرة، يعني مش من اول مرة كده بستسلم وبقول لا او خلاص بقى انا مش هقدر اعملها. لا، انا عارفة ان مفيش حاجة اسمها مستحيل، فبالتالي اي عقبات بتقابلني بوقف، وبعد فترة برجع اجرب الموضوع تاني ايا كان بقى اي موضوع، بلاقي اني بفضل احاول لحد ما الموضوع اللي انا عايزاه او الهدف اللي انا حاطاه بيتحقق. ان شاء الله هقول لكم كل حاجة في فيديو اكتر من كده، يعني فيديو خاص بالموضوع كله. وهنا انا حطيت، رسمت حواجبي على السريع، حطيت مسكرة، حطيت بلاشر، وهحط دلوقتي روج وخلاص كده. حطيت كحل في عيني، اوقات كده ببقى حابه ان انا احط كحل، مش كل الاوقات بس احيانا. يعني حط الروج بتاع مية سينما اللي انا اعتمدته، 211 ده بقى معايا على طول. طبعا انا محضره بشرتي قبل ما احط ميك اب، موضوع التلج ده فرق معايا جدا،
لما بعمله بحس بشرتي احسن. بعمله مرة بالليل قبل ما انام ومرة الصبح قبل ما احط ميك اب. زي ما قلت لكم قبل كده بقى، تلجة، مية، لبن ذكر، مية ورد، صبار، بس احسن حاجة يكون صبار طبيعي. بس كده حطيت الروج وكده انا جهزت. هلف بس الطرحة وهوريكم الفاينل لوك.